السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم متابعين عبر قناتنا عبد واجد يوتيوب لأحوال الطقس إذن تحية طيبة للجميع وتحية طيبة أيضا لكل المتابعين الشكر موصول لكل المتابعين الذين يرسلون على القناة عبر التعليقات اذا متابعينا نعود من جديد في نشرية جوية خاصة وحالة الطقس المنتظرة اليوم الجمعة الواحد وثلاثين من شهر ديسمبر الفين وواحد وعشرين وتقريبا اليوم الاخير من هذا العام 2021 وان شاء الله نستقبل سنه جديده 2022 بالخير والغيث النافع بإذن الله تعالى إذا متابعينا يوم الجمعة الواحد وثلاثين من شهر ديسمبر ستبقى الأجواء تقريبا صحوة ومشمسة على أغلب المناطق الجزائرية كما نشاهد هنا معكم في الصورة أجواء صافية ومشمسة في أغلب الأحيان نذكر فقط بدرجة الحرارة التي ستكون على المناطق الجنوبية ما بين 21 لما يقارب 27 درجة على وسط الصحراء والمناطق الجنوبية الغربية منطقة الصورة وشمال الصحراء والواحات ما بين 20 إلى 22 درجة المناطق الداخلية الشرقية الوسطى والغربية ما بين 16 إلى 18 درجة السواحل الشرقية الوسطى والغربية ما بين تقريبا 19 إلى 21 درجة نذكر متابعينا في أواخر هذا الفيديو إن شاء الله سنتعرف عبرها قناتنا الثانية لتقريبا آه جديد تحديثات للنماذج العالمية لأحوال الطقس وتغير جذري في المنظومة الجوية وعودة الأمطار والثلوج من جديد بإذن الله تعالى إذن سنتعرف عن التفاصيل في أواخر هذا الفيديو إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته